نرجع بقى سريعا نشوف أهم أخبارنا المحلية وأخبار محترفينا في الخارج والأخبار العالمية. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباريات النادي الأهلي أمام الداخلية والجونة وبيراميدز في الدوري. فيتو تعزيزات أمنية حول مقر بعثة المنتخب الوطني. كرة بوادر صدام بين هاني رمزي وشوقي غريب. الشروق المنتخب الأولمبي وتصير لموسكو استعدادا لمواجهة روسيا. اليوم السابع جاري يوزع تدريبات المنتخب للحفاظ على أرضية ملعب برج العرب. تحديد موعد وصول بعثة منتخب النيجر لبرج العرب. إقبال ضعيف على تذاكر مباراة مصر والنيجر في الإسكندرية. في الجول اجتماع بين وزيري الانتاج الحربي والرياضة لإنشاء منظومة تذاكر إلكترونية. يوسف غياب الأفارقة سبب تعادل المقصة مع المصري. يلا كورة، قرعة كأس العالم للأندية، بطل أفريقيا يلاقي الفائز من العين وبطل أوقيانوسيا. سكاي نيوز واقعة تؤكد الحقيقة المرة، هكذا يمحو ريال مدريد تاريخ رونالدو. إيس الأسبانية مفاجأة، بيكي يحرم من القيادة في إسبانيا. سبورت 360، لوبتيجي يرد على ميسي بشأن جودة ريال مدريد بعد رونالدو. يورو سبورت، برشلونة سيقص شريط مباريات الليغا في أمريكا. هنبتدي أهم أخبارنا المحلية النهاردة من اليوم السابع. اليوم السابع قال إن قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكورة برئاسة عامر حسين تأجيل مباريات النادي الأهلي قصاد الداخلية والجونة وبيراميدز في الجولات السادسة والسابعة والثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، بسبب طبعا خوض النادي الأهلي لمبارياته الأفريقية أمام حرية كوناكري، هيكون إن شاء الله يوم 14 و22 سبتمبر الجاري. والمفروض طبعا النادي الأهلي كان هيواجه الداخلية والجونة وبيراميدز أيام 11 و18 و23 سبتمبر الجاري. كمان فيتو قالت ان عززت قوات الامن وجودها حوالين مقر اقامه بعثه المنتخب الوطني لكره القدم في فندق من فنادق برج العرب في اسكندريه، بعد محاولات عدد من المشجعين التواجد بالقرب من الفندق ودخوله، ومنعت كمان اداره الفندق تواجد اي من النزلاء على حمام السباحه او صاله الطعام او صاله الالعاب الرياضيه الجيم اثناء وجود لعيبه المنتخب الوطني، تنفيذا طبعا لتعليمات اتحاد الكوره. وكمان عزز امن الفندق الحراسه في الدور اللي موجود فيه نجم فريق ليفربول الانجليزي منتخبنا الوطني الاول محمد صلاح. كمان كوره قالت ان في بوادر ازمه هتكون ما بين كابتن هاني رمزي المدرب المساعد للمنتخب المصري وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. قالت كمان ان في مصادر قالت ان رمزي بلغ لاعب وادي دجله محمد محمود بعدم خوض اي تدريبات مع المنتخب الاولمبي، وهو ده اللي رفضه شوقي غريب واجبر اللاعب ان هو يتمرن مع الفريق الاولمبي. وكان المكسيكي خافيار اجيري المدير الفني للمنتخب المصري استدعى محمد محمود بعد اصابه سام مرسي المحترف في صفوف ويجن الانجليزي. كمان الشروق قالت ان بتغادر بعثه المنتخب الوطني الاولمبي مساء النهارده مساء الثلاثاء ان شاء الله لموسكو عشان تواجه روسيا وديا الساعه 7 من مساء يوم الجمعه اللي جايه في اطار الاعداد لكاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، واللي بتستضيفها مصر في نهايه السنه اللي جايه في 2019 واللي بتاهل لاولمبياد طوكيو 2020. المفروض ان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي هيختار 22 لاعب بس من اصل 26 لاعب متواجدين في المعسكر، وهو ده اللي هيظهر ان شاء الله بعد التدريب اللي على الملعب الفرعي في استاد القاهره. كمان اليوم السابع قالت ان قرر خافير اجاري المدير الفني للمنتخب الوطني ان هو يخوض التدريب او التمرين على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وعلى الاستاد برضو الرئيسي هيكون فيه تدريبين قبل مباراه النيجر. والقرار ده جه بسبب ان هو عنده رغبه ان هو يحافظ على ارضيه الملعب من التلف في ظل طبعا اقامه مباريات الدوري والبطوله الافريقيه على نفس الملعب. كمان كوره قالت ان بتطل بعثه منتخب النيجر لمطار برج العرب مساء النهارده مساء الثلاث استعدادا لمواجهه مصر في الجوله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019، وبيستعد منتخب مصر لمواجهه النيجر ان شاء الله 8 سبتمبر الجاري بعد ما خسر مباراته في الجوله الاولى قصاد تونس.
بيتو كمان قال ان شهدت عمليه بيع تذاكر مواجهه مصر والنيجر المقرر ليها ان شاء الله السبت اللي جاي في تصفيات امم افريقيا 2019 اقبال ضعيف على منافذ البيع في استاد اسكندريه، وبدات عمليات البيع في القاهره واسكندريه النهارده في منافذ البيع المخصصه من اتحاد الكوره المصري بعد موافقه الامن في حضور 40,000 مشجع. في الجول قال ان اجتمع اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع اللواء محمد العصار وزير الدوله للانتاج الحربي ومجدي عبد الغني عضو مجلس اداره اتحاد الكوره وممثلين عن وزاره الداخليه، واكد صبحي ان الهدف من الاجتماع هو تطوير المنظومه الرياضيه بشكل كامل خصوصا من الناحيه الجماهيريه عشان ينظموها ويحافظوا على كل عناصرها. كمان الشروق قالت ان اكد طلعت يوسف المدير الفني لمصر المقاصة ان غياب الثنائي الافريقي للفريق الغاني جون انتوي والايفاري اريك تاوري اثر على الفريق بشكل كبير في مباراته قصاد المصري بورسعيد امبارح، وقال يوسف في تصريحاته ان الغيابات دي اثرت بشكل كبير جدا، وقدم يوسف شكره للعيبه على الاداء والتعادل في المباراه. يلا كورة قالت ان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عمل قرعة بطولة كاس العالم للأندية 2018 يوم الثلاث في مدينة زيورخ السويسرية، واللي بتستضيفها دولة الامارات شهر ديسمبر، وهيواجه العين الاماراتي واللي بيلعب طبعا في النجم المصري حسين الشحات فريق ولايتن النيوزيلندي المتوج بلقب دوري ابطال اوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر اللي جاي في افتتاح البطولة. وكمان القرعة اسفرت على ان الفايز من مباراة العين وبطل اوقيانوسيا هيلعب مع بطل افريقيا باذن الله. سكاي نيوز قالت ان اظهرت واقعة جديدة استمرار نادي ريال مدريد الاسباني بتجاهل نجمه السابق كريستيانو رونالدو، فيما يؤكد طبعا سياسة النادي مسح تاريخ اللاعب مع الفريق، وهنى ريال مدريد اللاعب الويلزي جاريث بيل لترشحه او ترشح هدفه في مرمى ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا لجائزة بوشكش، واحتفل ريال مدريد بنجمه الويلزي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، وقال الضربة المقصية لجاريث بيل في نهائي دوري ابطال اوروبا مرشحة لجائزة بوشكش، وتجاهل تماما النادي الملكي هدف نجمه السابق رونالدو واللي جه بنفس الطريقه في مرمى اليوفنتوس في الموسم اللي فات واللي ترشح برضه لجائزه بوشكش. ايس الاسبانيه قالت ان بلغت اداره المرور العامه في اسبانيا لاعب برشلونه والدولي السابق جيرارد بيكيه بخصم كل النقط الموجوده في رخصه قيادته، وده معناه ان هو هيتحرم تماما من السواقه. وقال المدير العام لاداره سلامه الطرق داري نابارو دون الدخول في اي تفاصيل ساقول انه قد تم ابلاغه بخصم جميع نقاط رخصته وبالتالي لن يتمكن من القياده مره ثانيه. سبورت 360 قالت ان استجاب لوبيتيجي مدرب ريال مدريد الاسباني للتصريحات اللي ادلى بيها ليونيل ميسي مهاجم برشلونه يوم الاثنين اللي فات، واللي ادعى فيها ان الغريم التاريخي هيكون اقل جوده بعد رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق، ورد على التصريحات دي وقال لوبيتيجي لمحطه اوندا سيرو الاذاعيه الاسبانيه: لا شك في جوده لاعبي ريال مدريد، لقد قمنا باداء جيد للغايه، ولكن هذه هي مجرد البدايه فقط، نحن امامنا 3 أسابيع قبل بدء دوري ابطال اوروبا والتشامبيونز ليج. نروح ليورو سبورت. يورو سبورت قالت ان في مصادر اسبانيه صرحت ان المباراه الاولى اللي هتستضيفها الولايات المتحده الامريكيه من الليجا هتكون ما بين جيرونا وبرشلونه في مدينه ميامي الامريكيه، ووفقا لما نشرته صحيفه موندو ديبورتيفو الاسبانيه فان التسريبات اللي حصلت عليها الصحيفه اللي افادت باختيار مباراه جيرونا ضد برشلونه هتكون افتتاح لمباريات الدوري الأسباني اسباني في البلاد، والمتوقع انها تقام المباراه دي يوم 26 او 27 من شهر يناير في العام الجديد، وهتمثل طبعا فرصه كبيره جدا للحشد الجماهيري، كون طبعا المباراه دي هتتلعب بوقت قريب جدا من اعياد الميلاد والكريسماس. طيب دلوقتي بقى ميعادنا مع فاصل سريع وهنرجع بعد كده نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.